بلشنا في البيت عبارة عن كال بوزة، كاسة شاي، سكينة، معلكة. هذا أساس الفكرة بالأساس. وعطاولة صغيرة في البيت كنا نسوي 200 غرام كل مرة، 100 غرام 200 غرام. نجيب الأصنصات كميات قليلة، نخلط روائح مع بعض، نطلع روائح جديدة، أو الأصنص هو نفسه. طبعا كان الشغل صعب لأنه كنا نشتغل بإيدينا، العجن يصير بالإيد مش بماكينات. يعني وصلت مرحلة أنه عندي إيدي ها صار الأوردة تتفزر، لأنه هذا عبارة عن صمغ. الحصل بان هو صمغ شجرة البان. فبلشنا من هاي، قدمنا لمشروع أفاق. حصلنا تمويل من مشروع أفاق، جبنا الخلاطة، جبنا الطاولة هاي. حبيت انه تكون الطاولة كبيرة، انه 6 يشتغلوا عليها بدل ما تكون طاولات صغار. وجبنا جاروشة هاي، وجبنا ادوات التقطيع كلها، وميزان لعملية الوزن. وهلا صار اسهل، كنا 200 غرام نقعد فيها 4 ساعات ل5 ساعات تنخلصها. هلا صار الخلطة الكيلو تقعد معانا تقريبا ساعة لساعة وربع. مساعدة بسيطة بس اعطتني قوة اني ابلش انتاج بكميات اكبر. جهودهم مباركة، وان شاء الله يكون انه المساعدة لقدام شوي تكون مساعدة في التسويق، تكون مساعدة في تجهيزات زيادة أو زيادة عدد المعدات. وهاي راح تكون مستقبل الأولاد. طبعا في الصيف بعد المدرسة بدها تصير تيجي تشتغل معي ماريا، يا تبكت يا إنه تعبي. وأنا وزوجتي طبعا المشروع هذا أنا وزوجتي بلشناه، وراح يظل فاميلي بزنس.